وإلى البورصة المصرية، حيث تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة اليوم أولى جلسات الأسبوع. ربح رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 687.524 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد تراجع مؤشر EGX 30 بنسبة 83% ليغلق عند مستوى 10462 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 49% ليغلق عند مستوى 1841 نقطة. وصعد مؤشر EGX 100 بنسبة 11% ليغلق عند مستوى 2771 نقطة. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف السيد حسام عيد خبير أسواق المال. سيد حسام، بعد تحية، تقييمك لأداء البورصة اليوم؟ شاهدنا جلسة النهاردة، شفنا في المؤشر الرئيسي شركي أغلق الجلسة اليوم في المنطقة الحمراء بهبوط قدره 87 نقطة بعد أن فقد من مكاسبه الصباحية، وده كان مدفوع بعمليات بيع من قبل المؤسسات المالية المصرية والعربية بالأسهم القيادية، الأمر الذي انعكس سلبا على أداء المؤشر بنهاية التداولات. وطبعا ده كان ناتج عن انخفاض نسبة شركة أو مساهمة المؤسسات المالية في جلسة اليوم التي يعني سجلت حوالي 17% من قيمة التداولات اليوم، وكان أغلب الأفراد هم اللي كانوا مسيطرين على أداء الجلسة والتداولات جلسة اليوم، وده الأمر اللي انعكس إيجابا على أداء المؤشر السبعيني، مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70، وقدر إن هو يستقر بالمنطقة الخضراء بنهاية التداولات بصعود قدره 9 نقاط محافظا على مستوى الدعم الرئيسي وهو الـ 1800 نقطة. نعم، أبرز القطاعات الرابحة خلال التعاملات وأسباب الصعود من وجهة نظرك، وكذلك أيضا في المقابل القطاعات المتراجعة. يعني كان أنشط القطاعات في جلسة النهاردة قطاع العقارات، وهو دايما بيتصدر قائمة الأنشط القطاعات ويأتي بالمرتبة الثانية قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية، وأعتقد أن القطاعين دائما بيتصدروا قائمة أنشط القطاعات بالبورصة المصرية ودايما بيستحوذوا على نسبة كبيرة من التداولات، وبنشوفه بنتابع أن في حركة دخول وفتح مراكز مالية من قبل المؤسسات المالية بهذين القطاعين عند مستويات الدعم الرئيسية، وأعتقد أن كان في النهاردة كان في انخفاض في قيم وأحجام التداول والتي سجلت حوالي 372 مليون جنيه وهو الأدنى منذ بداية العام، وأعتقد أن المؤسسات المالية تنتظر يعني اختبار مستوى الدعم الرئيسي المؤشر الرئيسي وهو 10400 ثم مع عودة فتح المراكز المالية وضخ السيولة المالية للأسهم القيادية وخاصة قطاع العقارات وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية والقطاع المصرفي وقطاع البنوك، أعتقد أن هم دايما بيتصدروا قائمة أنشط القطاعات بالبورصة المصرية وهم مستهدفين من قبل المؤسسات المالية نظرا لقوة أداء الشركات المقيدة بقطاعات ماليا، وتستطيع وتنجح القطاعات دي في تحقيق نسب نمو مرتفعة وتحقيق مستهدفات سعرية مرتفعة. أشكرك جزيل الشكر سيد حسام عيد خبير أسواق المال، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.